هانتوما البرقوق، البرقوق الكحل، الشريحه، المشماش، هذا ديال الدقيق الكامل. هانتوما البنات النخاله، هاي شتي هذه النخاله البيضاء وهذه اللي لونها غامق. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جديد، فيديو جديد ولا روتين جديد. صراحة والله العظيم كنت جالسه في الدار ومازال الحال هذه، يلاه كنا شونس وقلت غادي نخرج نيت، خاصني نشري شي حاجه ونتقدى شي حاجه بحال هكا، يا عاد نمشي نجيب وليداتي من المدرسه ونجي للدار. وكلشي الحمد لله عندي مسمنات. البارح درت كلشي على حسب الفيديو اللي نزلت لكم البارح، كانت عندي فيه العراضه، فراه شاط ليا ما شاء الله الرغيفات، شاط ليا شحال من حاجه. وقتي اليوم رانا مهنيه من الفطور، ولكن غدا عندي عراضه حتى اخرى ان شاء الله ديال غدا ان شاء الله عندنا ليله القدر. ايوا ان شاء الله غادي نتجمعوا على الكسكسو بحول الله، وضروري غنشارك معكم سميتو العشاء ديالنا ديال الكسكسو. ما عرفتوش نديرو الفطور ولا نديرو العشاء، الصراحه هما بغاو يفطروا به، قالوا يلا ديري لينا الفطور. الوقت ان شاء الله نوجد الفطور، ولكن ضروري واقيلا خصني نزيد شي حاجه بحال الفطور، فهمتوني؟ المهم انا غنشوف كيفاش غادي ندير. ايوا دابا غادي نمشي البنات، انا خرجت دابا غادي نمشي ندور شويه صراحه من جالسه في الدار، وانا تابعاني شحال من حاجه. اللهم نمشي نتقداها، نمشي نجيب، بغيت نشوف الكوكو الى لقيتو، وبغيت ناخذ الكاوكاو ونديكم معايا نيت البنات. كاينين بزاف ديال البنات ديال هنايا في ميريكان تيقولوا لي ملي كتاخدي الطحين، ملي كتاخدي هادشي الكوكو، هادشي ديال الحلوه وديال بزاف ديال الحاجات. ف كيسولوني بزاف، وقلت غادي نديكم معايا عاوتاني اليوم باش تشوفوا المحل اللي كنمشي ليه. هو هاد المحل زوين صراحه، راه ديجا مصوره عليكم، ولكن غادي نشوف واقيلا غنمشي حتى لواحد المحل ديال الهنود، كاين غير حدانا، هو محل غير صغيور، نشوف عنده الكوكو، هو اللي غيكون عنده الكوكو غنمشي نشوف عنده. شتي وكاين الصهد بزاف، عندنا الصهودات وعندنا الشمس، صهودات صراحه. ليكم البنات بزاف بزاف على التعليق ديالكم، الله يخطيكم. التفاعل واخا مازال قليل، ولكن صراحه كنشكركم بزاف. المهم كل حاجه كتزاد شويه بشويه، والله يخطيكم البنات، الله يخطيكم. كتواصلوا معايا في التعاليق، نصائح ديالكم، الاراء ديالكم، شكرا لكم بزاف بزاف. ورانا كندير بالاراء ديالكم هكا، الا سولتكم على شي حاجه او الا حطيت لكم حتى انا شي حاجه كنهضر عليها ولا كنعطي الراي ديالي فيها ولا تجربتي، حتى نتوما كتعطوني تجارب ديالكم والاراء ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. ورانا كنقرا التعاليق كلها. يلا البنات غادي نمشي دابا للمحل ديال الهنود، رانا وصلت ليه، نوريكم نصور لكم شويه. ها هو البنات، هذا انديان بازار، هو غير صغير ماشي كبير بزاف بحال هذيك اللي كنمشي ليه لطامبا، ولكن صافا بعدا عنده العطريه، عنده شحال من حاجه من داكشي اللي كنحتاج. شوما هو هذا البنات، هما الهنود كيعجبوك بالعطريه، عندهم زوينه صراحه وما كتكونش مخلطه. هنا البريوات هادو راه مخلطين بالسبانيخ، شحال من حاجه مختلفه الحشوه ديالهم.
هنا البنات حيت الصوت حيت كاينه الموسيقى مجهده في المحل، مطلقين الموسيقى الهنديه. ايوا المهم هي زوينه تسمع لها، ولكن مع الفيديو ما غاديش يقبلوا ليا اليوتيوب. المهم هنايا البنات لقيت عندهم البريوات، ولقيت عندهم يا اختي شوفي الملوي الملاوي والرغيفات. هاد الملاوي والرغيفات هما تيقول لهم باراتا وتيقول لهم نان نان بريد او لا باراتا، عندهم جوج سميات. هما حتى هما تياكلوه يا اما مع الحار او لا تياكلوه مع الحار ومع شلاضه ومع داك الماكله ديالهم. وشوفوا البنات لقيت عندهم هذه دايره بحال الشباكيه اللي كتباع في المغرب اللي كيديروها في رمضان، هذيك المعسله اللي كتكون دايره فيها العوينات. ايوا ولقيت عندهم البنات هانتوما شوفوا المليويات تقوليهم بحال ديال المغرب والمسمن. واحد النهار جربته ولكن صراحه ما زوينينش بزاف، ناشفين ورقاقين صراحه، ما كاينش بحال الملوي وبحال المسمن ديالنا اختي. وهنايا تاني العطريه، هنا كل شيء العطريه الحلبه، هذوك الحبوب كاملين اللي حنا اللي كنحتاجو. انتم شوفوا الخرقوم، هذاك الخرقوم عرق، ودايرين الحبه السوداء، دايرين الزنجلان بالالوان، كاين الابيض وكاين هذا اللي محمر وكاين الكحل، ودايرين قلت لكم الحلبه، دايرين بزاف ديال الحبوب وبزاف ديال العطريه الورقه سيدنا موسى. المهم هادشي تبارك الله تاهما حيت كيطيبوا به بزاف. والهنود كما قلت لكم معروف عليهم العطريه، وصراحه كتعجبني العطريه ديالتهم بالخصوص هاد الماركه هذه. الا لقيتوها هاد الماركه هاد لاكسمي ديال الهنود غير شريوها، راها زوينه زوينه. هادشي اللي كاين البنات. المهم انا غادي نصور معكم بلاصه اخرى، راه غادي نهضر معكم مباشره في الفيديو. هنايا البنات عندهم القطنيه اللي كنحتاجو، يعني العدس بالوانه، الحمص، الروز، كلشي كلشي تيبيعو حتى هما، كلشي تيبيعو. هانتوما البنات الحمص هنايا، الجلبانه الخضراء، كلشي تبارك الله. هادو المحلات ديال الهنود راه غادي يكونوا في الولايات تقريبا كاملين ديال الميريكان، صراحه راه كاين عندهم بزاف ديال الحاجات. هنايا البنات دايرين هنايا الزيوت ديالهم، داكشي ديال التجميل، داكشي عندهم زوين صراحه. الزيوت ديالهم راه كلهم زوينين ديال الشعر. انتوما هانتوما البنات عندهم هنايا الماد الزهر، الماد الورد. ديك النهاريه الصراحه ما لقيتوش، حتى جيت لعندهم هنايا ولقيت عندهم الماد الزهر، غير دابا ما عندهمش، هي واقيلا سالا ليهم. هذا ديال الماد ديال الورد، هذا ديال النعناع زوين هذا حتى هو، وهذا ديال الزعتر. كره المغاربه اللي جاوا خداو الماد ديال الزهر حيت كان عندهم بزاف وتقادت، انا اللي جيت خديت من عندهم. وهنايا البنات هانتوما الزيوت ديال الشعر، الكريمات، كلشي زعما تبارك الله. انا جيت البنات لقيت عندهم الكوكو، هو هذا شتي، عندهم هادو الحبه، هذه الحبه الرقيقه، هذا بحال الا مطحون، وهذا غليظ. شتو كيدير زوين صراحه ديال الحلوه هذا. اوكي هانتوما كلشي عندهم هنايا، حتى الماعن عندهم، كاينين شي بعض الماعنات هنايا. هانتوما كسرونات، المقالي، عندهم حتى الخضرة، هانتوما الخضرة، عندهم السلاوية، عندهم كلشي تما، كيجيبو كيجيبو تا هما السلعة. هادو الحلوة ديالهم هما، شوف كي دايرة، ما عمري صراحة دقت شي حاجة ديالتهم، وهادشي باين ما نقدرش ناكلو. المهم البنات غادي ناخد الكوكو ونمشي. يلا خرجت من عندهم البنات، عرفتي المحل ديالهم كاع الهنود، كاع المحلات ديال الهنود، عرفتي غير كندخل الريحة ديال العطرية وديال هادوك سميتو
العشوب اللي كيخدموا بيهم وداك الزيوت عرفتي كتكون كاسره البحال. شي روايح كنقدرش عليها الصراحه، مجهده بزاف. العطريات اللي كيطيبوا بها الروز، اللي كيطيبوا بها الماكله ديالهم كتكون مخلطه بالحلبه، كتكون مخلطه بزاف ديال العشوب. المهم دابا لقيت عندهم كوكو الحمد لله، ما كنلقاش انا بحال هاد الكوكو اللي عندنا حنا في المغرب، ما كنلقاهش هنايا في جميع المحلات، كتلقاه غير عند العرب وعند الهنود. اما المحلات الاخرين ديال الامريكان تيبقى عندهم واحد الكوكو غليظ وحلو زايدين فيه السكر، كاين اللي شويه مسوس، ولكن واخا هكاك تكون فيه ديك النسمه ديال الحلاوه. دابا غادي نمشي لبنات المحل الاخر اللي قلت لكم سناخذ منه الطحين وداكشي، غادي نوريه لكم الطحين ديال العبار ماشي الخنشه. الخنشه محل بوحديتو هذاك، ان شاء الله حتى المره الجايه ولا نمشي ليه نبغي نتقدم منه ونوريه لكم تاني. انا كنصوره لكم البنات، ولكن الطلبان ديال البنات بزاف كيكتبوا لي التعاليق منين خديتي هذه اسماء من هذه، ولكن واخا هكاك غادي نمشي عاوتاني ونوري لكم المحلات واخا تنكون ديجا مصورهم معاكم. انتم البنات هو هذا المحل اللي عندهم هذا ماركت، عندهم الخضار، عندهم كل شيء، كاع المواد التغذيه عندهم، وعندهم الطحين، عندهم الفاكهه، عندهم كل شيء تقدري تاخذي حتى بالعبار. هذا هو اللي كنجي ناخذ من عندهم، الطحين ديال النخاله والتشعير والمهم الدقيق الكامل تناخذه من عندهم بالعبار. جايبه معايا البنات القفيفه يا اختي قفيفه مغربيه. هانتوما اختي، هانتوما عندهم كل شيء بالعبار حتى الملحه، عندهم هاد الملحه ديال الهيمالايا بالعبار، الملحه البيضاء، كل شيء، سكر سنيده، هاد القطنيه، كل شيء. هانتوما هادي ديال شيا سيت، حبوب الشيا، هانتوما كل شيء، القطنيه كامله عندهم بالعبار، والطحين. هانتوما البنات هذا اورغانيك وول ويت فلاور، هذا ديال الدقيق الكامل. عندهم حتى اللوز، هذا راه اللوز مطحون. هانتوما البنات النخاله، هاي شتي هذه النخاله البيضاء، وهذه اللي لونها غامق. هانتوما حتى الحلوى، الشوكولات، كل شيء عندهم بالعبار. عندهم حتى الميكات، ولكن كاين الناس كيبغيو العبار. الفاكهه البنات، هانتوما الفاكهه كلها اللوز، كركاع، اللوز بالانواع ديالو. هانتوما كاين هذا وكاين هذا وكاين هذا اللي تيكون مفسوخ واللي تيكون مقسوم مقطع سلايز. هانتوما البرقوق الكحل، الشريحه، المشمش، كل شيء ما شاء الله عندهم موجود. انا البنات شريت من عندهم الكاوكاو، لقيت عندهم الكاوكاو هذاك البلدي الصغير اللي كيديروا به الحلوه، خديته من عندهم شويه باش نصيب ان شاء الله الحلوات ديال العيد، راكم عارفين قلتها لكم، قلت لكم ان شاء الله في السبت، نهار السبت ان شاء الله غادي نبدا نصيب حليوات هكا غاليه انايا الدار. صراحه جاوني لي كوموند البنات ديال الحلوه، ولكن ما قديتش البنات والله العظيم اخوتي ما قديتش، لانني عييت فعلا عيانه، كانت قيله البنات هكايا سخفانه في النهار، ما خاصش نفرسي بزاف على راسي، والنهار كيدوز دغيا عرفتي، راه الصباح دغيا كيدوز. دابا راه هادي الجوج خرجت معايا، خرجت 12 ونص قلت لكم، دابا راه الجوج هادي صافي دغيا كيدوز، ها الجوج خاصني نكون في المدرسه، يعني ما عنديش الوقت، وعاد نتبع هذا الفطور وهذا، فما قديتش صراحه. ومور الفطور اللي كنفطر البنات كان صافي كنتكوانسه، يلا الواحد يصلي شويه ويقرا شويه القران، يلا صافي الانسان كيعيا كيمشي عاوتاني ينعس باش يفيق في الفجر، فما قديتش البنات ناخذ كاع لكم، والله اعتذرت لهم كاملين صراحه ما قدرتش. ان شاء الله تيفوت رمضان ويكون عندي شويه الوقت عاد نبدا نخدم لكم. دابا غنمشي نتقدم، نمشي ناخذ البصله حيت بغيت ندير تفايه ان شاء الله ديال الكسكسو،
ناخذ البصله ندير بها التفايه وناخذ شي حاجه عاوتاني وحده اخرى نزيدها. وهادشي اللي كاين انتما معايا دابا اليوم. خرجتكم معايا اليوم، ما غاديش ندير اختي الكوزينه حتى الغدا. ايوا هو هذا اختي. المعسلات وحتى المملحات. هنا البنات كنا ساكنين في الاول، الدار ديالنا القديمه كانت هنايا في هذه البلاصه، وهذه البلاصه كلها هي الحومه القديمه ديالنا. كانت صراحه زوينه حتى هنايا وقريبه للبحر بزاف، عرفتي راه تقريبا ربع ساعه ما كاملاش بالطوموبيل تمشي توصلي للبحر الهي، البلاصه ديال العمان وديال البحوره الواعرين. صراحه هنا كاين البحوره زوينين. هذا اللي معروف بزاف هو ديال انا ماريا، هو هذا اللي حدانا. ايوا هادي اختي هي حومتي القديمه. المدرسه نيت راه كاينه فهاد الجويه اللي هنايا، الجويه هاد البلايص هذا غادي نمشي للسطور، واحد السطور هنايا حدايا نمشي نتقدى منه نشري منه شي حاجه كنقلب عليها ما لقيتهاش صراحه في البلايص الاخرين. واحد لاباط فيتي، واحد النوع زوين ما لقيتوش، غادي نمشي نشوف الا كاين عند هادو، ما لقيتوش صافي نمشي في حالي للمدرسه. المهم نوريكم الدار فين كنا ساكنين في الاول. هنايا البنات هانتوما نوري لكم هي هاد البلاصه هادي. هنايا الطيور اللي كنا فيهم، كنا كاريين هنايا بصراحه، كنا كاريين واحد البارطمان. انا اول ما جيت للميريكان جيت لهنا، جيت لهاد الدار هادي ولدت فيها وليداتي بجوج. هنايا البنات في هاد البلاصه هادي، هنايا في الديور هادي، هاد الديور هادو البنات هنايا. ايوا صافي دابا الحمد لله ربي سهل وحيدنا من هنايا، مبقيناش كاريين صراحة. الحمد لله ربي كي تيعتق. هنايا الكرا غالي بزاف البنات، كيما قلت لكم الكرا غالي هنايا بزاف في أمريكا، الملايين الناس كاريين بالملايين. أو حنا كنا كاريين، كانت ديك الساعة هذا شوية طايح الكرة، كنا كنخلصو 1500 والصف مليون ونص، كان ديك الساعة باقي. دابا بحال هذيك الدار راه تكرا بجوج المليون ونص، زعما الكرة ولاو عاطيين للناس دقة على النيف. غير بيت وكوزينة، بيت وكوزينة وصالة غير صغيرة وحمام، راه عرفتي شحال ديال الفلوس هنايا دابا ولات جوج المليون. زعما كارثة كلشي طالع صراحة، كلشي طالع، ماشي زعما نيت غير في بعض الدول، لا كلشي طالع. الله يشوف من حالنا يا ربي. حلويات الحلويات الممنوع مرغوب فيه، ولكن الحمد لله ما واخا نتشهاها من زعما ما ناخذهاش، كنتصلوا فيا. حلويات يا اختي، نشوف دغيا باش نمشي لعند الوليدات. هما بداو كيحطوا الحوايج ديال البحر، زوينين هادو قشيشبات ديال مراكش. قشيشبات ديال مراكش والله يلا. هادو ديما تيحطوهم هكا في الصيف، هادي زوينه، هادي اللوين ديالها زوين. الله عيينا عييت والله الا فيا النعاس. هما الدراري جاو، جيت لعندهم مدرسه، يلاه جاو دابا، يلا واحد هنايا القدام.
أجولي. يلا جو. سلام. Thank you, Rita. Come, Mama. Can I eat? قول سلام. قول سلام بعدا. Can I eat in the car? لا. Why? يا سلام. سلام. كي دايرين؟ لاباس عليكم. لاباس عليكم. صايم اليوم؟ واش صايم اليوم؟ انا سميتك واش صايم؟ لا ما سميتيش. عنده كاين الصهد بزاف وكيخرجوهم. لا تنهضر. كاين الصهد بزاف وكيخرجوهم يلعبوا برا في البارك، ما خليتهمش يصوموا اليوم من دراسه وداكشي ما خليتهمش. قلت له حيت كاين واحد الصهد ما يقدوش يلعبوا. ايوا هادشي اللي كاين البنات. المهم نتمنى الفيديو يعجبكم البنات، وما تنساوش تشجعوني، ما تنساوش ديروا يا لايك وتعليق زوين كما ديما اللي يخطيكم. شكرا لكم بزاف بزاف، ونهاركم مبروك وفطور شهي ان شاء الله. يلا مع السلامه وعواشر مباركه. يلا الله يعطيكم.